اليوم البيت، الإنسان يريد أن يصلي في بيته إن كان رجلا أو كانت امرأة. الرجل إذا صلى في البيت، الصلاة في البيت لها آداب ولها أحكام ولها توجهات، طبعا بغض النظر عن الشروط استقبال القبلة، بغض النظر عن الطهارة والوقوف على مكان طاهر والملابس الطاهرة، ويعني هذه الشروط عليه أن يراعي أهل بيته في الصلاة. أحكام الصلاة يراعي أهل بيته في الصلاة. على سبيل المثال، رجل حان وقت الصلاة ويريد أن يصلي، عادة بيوتاتنا نتجمع في صالة واحدة في الجلوس، عادة نتجمع في غرفة واحدة إن كان أمام التلفاز وإن كان على سفرة الطعام، فأن تأتي أنت في وسط البيت أو في وسط الصالة أو في وسط الغرفة للجالسين من العائلة وتصلي، أنت يعني أدخلتهم في حرج وأدخلت نفسك في حرج. هذه من الذوقيات ومن الآداب مثلا يعني. جميل. وكذلك موضوع استقبال القبلة، يعني قصدك يحاول يختار مكان آخر غير يعني الصالة، يعني يختار مكان غير الصالة، صالة الجلوس اللي جالسين بها العائلة. تعرف العائلة تجلس تتسامر وتتكلم حتى لو في غرفة النوم مثلا، مثلا هو ما إذا توفرت شروط الصلاة، شروط الصلاة قبل الدخول بها، استقبال القبلة، الوقوف على مكان طاهر، طهارة الملابس، طيب، والطهارة من الحدث والنجس، يعني حدث الأصغر والأكبر، فهو يستطيع أن يصلي. فعليه أن يأخذ زاوية أو جانب، وطبعا هو هذا آكد وأفضل، يعني أن يصلي في البيت في زاوية شبه المسجد، يعني في محراب كأنما يصلي، أفضل أن يصلي في وسط عائلته وبيته، فيضطر الكل السكوت إلى أن يكمل أبو البيت، ومن يقدر يحكي وياه إذا بدأ يصلي أبو البيت واحد يعني. جميل. هذا جانب. جانب آخر مثلا من الأشياء المعاصرة اليوم في بيوتاتنا بالصلاة هو استقبال التلفاز عند الصلاة، يعني وهذا محذور شرعي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أهدت له السيدة عائشة قماش، وهذا القماش نوعا ما ربما شيء من الدمى أو من التصوير أو فقال للسيدة عائشة، قال أخرجيه من بيتي يا عائشة فقد أشغلني عن صلاتي. يبدو القماش هو على الوسادة يضعونه أو يضعونه على مكان النوم، فقال أشغلني عن صلاتي يا عائشة. طبعا أهل الحديث عندما يتكلمون عن هذا الحديث يقولون الأشياء المعصفرة، الأشياء المزينة، الأشياء المتحركة أمام المصلي تشغله وتلهيه. فاليوم اللي تعرف التلفاز يعني أشياء تطلع بغض النظر عن أشياء سليمة أو غير سليمة، أن تستقبل القبلة وقبال التلفزيون، يعني هذا به محذور شرعي. الصلاة غير باطلة، صلاة صحيحة ولكن فيها محذور. يعني يفضل أن يغلق التلفزيون أو يغير المكان. أنا أفضل ما يصلي قبال التلفزيون أصلا. ليش؟ عادة التلفاز مكان العائلة، يروح يأخذ له زاوية، يأخذ له غرفة. نعم. وإذا لا كان لابد فيستقبل القبلة، يطفي التلفاز يعني ويصلي. مثل في موسم الشتاء يسألون كثيرا عن آداب أو عن استقبال القبلة والصوبة مفتوحة أو النار مفتوحة. طبعا يوجد كراهة في هذا الموضوع، أن تستقبل الصوبة النارية وحتى الكهربائية طبعا وأنت تصلي. أما إذا كانت بعيدة عن موضع السجود بعد أكثر من متر لا بأس به، ربما الغرفة صغيرة ولا تستطيع، ولكن أن تجعل الصوبة أو المدفئة الكهربائية إلى يسارك أو يمينك أفضل طبعا، حتى لا تدخل في المحذور ولا تدخل في الكراهة، كراهة جميل. الصلاة يعني جميل. يعني هذه بعض الآداب خلينا نقول اللي هي بالبيت. طبعا جميل. من ضمن الآداب هو يعني خلينا نقول إشعار الموجودين بوقت الصلاة أو يعني دخول وقت الصلاة، وهذا من الجانب التربوي يعني للزوجة وللأبناء وأمر أهلك بالصلاة. أي يلا أنا راح أصلي، منو يصلي معي؟ أنا راح أتوضى، منو يتوضى حتى نصلي؟ يعني هذه المسائل يحتاجها كثير من الآباء خصوصا والأمهات في بيوتهم. جميل.